أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم بهذه الحلقة اللي فيها العديد من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبات اللي بنعتبرها وسم على صدر كل أردني. أكيد إحنا دائما نعتز وبنفتخر بجيشنا العربي، قواتنا المسلحة، واليوم أكيد إحنا بنحكي قاعدين في ذكرى الثورة العربية الكبرى، يوم الجيش، ويوم أمس كان عيد الجلوس الملكي. للحديث أكثر بسعدنا يكون معنا عطوفة العميد ظاهر المقدادي، طبعا مدير شؤون الافراد. اهلا وسهلا فيكم سيدنا العميد الركن طبعا، وعطوفة العميد ايضا الركن مخلص المفلح مدير التوجيه المعنوي. في البدايه نتحدث عن المناسبات الثلاث، عندما نتحدث مخلص بيك عن ذكرى الثوره العربيه الكبرى، نتحدث عن يوم الجيش، نتحدث عن عيد الجلوس الملكي، ماذا نقول؟ صباح الخير لكم جميع مشاهدي التلفزيون الاردني. حقيقة نحن نعيش هذه الأيام غمرة احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية وأعيادنا المباركة إن شاء الله، عيد الجلوس الملكي اللي كان بالأمس، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش اللي بصادف هذا اليوم. وبداية اسمحوا لي أن أرفع إلى مقام صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ولسمو ولي عهده الأمين أسمى آيات التهاني والتبريك بهذه المناسبات، راجيا من الله أن يحفظ أمننا ويحفظ استقرارنا ويخلصنا من هذه الجائحة اللي منمر فيها حاليا. حقيقة الثورة العربية الكبرى منذ أن انطلقت وقادها والشريف الهاشمي الحسين بن علي في عام 1916، وإلى تأسيس الإمارة في عام 1921 عندما كان سمو الأمير عبد الله في آنذاك وقام بتأسيس الإمارة، كان أيضا هناك بالتزامن مع تأسيس الإمارة هو تأسيس الجيش الأردني. حقيقة هذه ربما الأردن تنفرد بأنه كان كيانها السياسي يتأسس جنبا إلى جنب مع كيانها العسكري. إذن نحن نتحدث عن قوات مسلحة أردنية، جيش عربي عمره 100 عام، ونحن الآن على أبواب المئوية، مئوية الدولة ومئوية أيضا تأسيس الجيش العربي. هذا الجيش منذ ذلك الوقت أخذ على عاتقه أن يكون له مساهمة كبيرة في تطور المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات وعلى كافة الصعد، إلى أن تحقق الاستقلال في عام 1946، وأيضا مرورا بعام 1948 الذي شهد بطولات كبيرة للجيش العربي في اللطرون وباب الواد وعلى أسوار القدس، واللي بالنهاية كان المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول شهيدا على أعتاب مدينة القدس دفاعا عن المملكة الأردنية الهاشمية وعن ثرى فلسطين أيضا. وهذا الجيش أسماه بالجيش العربي ليكون جيشا لكل العرب منذ تأسيس هذا الجيش، وهو الجيش العربي، وما زلنا لغاية هذه اللحظة والحمد لله وبقيادتنا الهاشمية الجيش العربي هو الذي يزين جباه القوات المسلحة الأردنية، إلى أن كان هناك الملك طلال وتأسيس الدستور واللي ما زال لغاية الآن ويعتبر من الدساتير العالمية، ومرورا بجلالة الملك الباني رحمه الله الملك حسين، والذي طور هذا الجيش بطريقة مميزة جدا، طريقة مميزة جدا حتى قل نظيرها وعز نظيرها أيضا في مختلف البلدان سواء كانت عربية أو عالمية. وإلى أن جاء جلالة الملك عبد الله الثاني وتسلم سلطاته الدستورية في عام 1969 وأخذ على عاتقه تأهيل وتطوير هذا الجيش، صح، تأهيلا وتسليحا وتدريبا، حيث أدخل إلى القوات المسلحة الأردنية أحدث الأسلحة العالمية، وكان يشارك في المعارض الدولية، وكان دائما وأبدا يزود ويرفد القوات المسلحة الأردنية بأحدث الأجهزة والمعدات والآليات. نعم.
أعتقد ظاهر بيك خلينا نتحدث عن اهتمام جلالة الملك بشؤون الأفراد بالجيش العربي، ودائما نشوف جلالة الملك بيهتم بأبناء الجيش العربي، ضحكته غير، جلسته غير بتكون، وكون هناك فرح موجود على وجه جلالة سيدنا لما يتواجد بين أبناء جيشنا العربي. شكراً أخت كاتي، شكراً أخ حازم. في البداية أتقدم الشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافة الطيبة، واسمحوا لي من خلال شاشة التلفزيون الأردني الحبيبة أن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ولولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات التهاني والتبريك حقيقة بالمناسبات الوطنية الخالدة الثلاث، عيد الاستقلال 74 الذي مضى قبل أيام، ويوم أو عيد الجلوس الملكي الذي جاء بالأمس، واليوم ونحن نحتفي بيوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى. هذه الثورة ثورة العرب الأبطال الأحرار التي قادها الهاشمي. عودة على ذي بدء، عندما تتحدثي عن جلالة القائد الأعلى وكيف يكون بين أبنائه، فهم الهاشميين دائما هاهم. دائما جلالة المغفور له بإذن الملك حسين طيب الله تراه كان يقول: أنا عندما أحتاج لأرفع معنويتي أزور القوات المسلحة وأزور الجيش. فجلالة القائد الأعلى نحن أيضا نستمد من وجوده بيننا المعنوية والعزيمة، فما بالك عندما ترى في الميدان مع أبنائه خلال انتشارهم وانفتاحهم في نقاط الغلق في المدن، كان ذلك له وقع كبير على القوات المسلحة وعلى أبناء القوات المسلحة جميعا. نحن نفاخر الدنيا بهذه القيادة الهاشمية الرائعة التي تستشرف المستقبل وتقدم للقوات المسلحة ما يقدمونه الهاشميون لأبناء القوات المسلحة الكثير الكثير. فإذا تحدثنا عن الشهداء، فالشهداء وذويهم في ضمير ووجدان القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة دائما ترعاهم وترعى أبنائهم وترعى ذويهم من خلال عدة برامج حقيقة. إذا صنفناها نصنفها في محورين، محور مادي ومحور معنوي، ونركز على المحور المعنوي أكثر من المحور المادي. فالمحور المعنوي نحن نتواصل في القوات المسلحة وبتوجيهات حثيثة من عطوفة الرئيس من خلال شعبة المساندة الاجتماعية الموجودة في مديرية شؤون الأفراد، نعمل لأبنائهم وذويهم دراسات ميدانية ومسوحات ميدانية لنتوقف ونقف على حاجاتهم الفعلية، وبالتالي نعمل جاهدين على تلبيتها. النقطة الثانية، أبناء الشهداء وذويهم هم مؤمنين مجانا صحيا مدى الحياة، هذا تكريما لذويهم الذين ضحوا وجبلوا دماءهم على هذه الأرض الطيبة الزكية. أيضا لهم سنويا نصيب من الحج الذي تسيره القوات المسلحة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة. أيضا والأهم من ذلك التعليم، التعليم مجاني لأبناء الشهداء وذويهم، حتى الشهادات العليا ماجستير دكتوراه طبعا مضبوطة بضوابط. ثق تماما أنه نحن أيضا ننظر إلى أبنائهم الصغار ونكفلهم في دور الحضانة والروضة، وتصرف القوات المسلحة بمعدل 2000 دينار لكل طفل في رياض الأطفال وفي المدارس الخاصة طبعا ضمن ضوابط معينة. هذا أيضا لهم الأولوية في أن يكونوا ضباط في القوات المسلحة ومجندين من خلال نمنحهم 10 علامات طبعا يعطيهم أفضلية. لهم أيضا أولوية في التعيين، هذا كله في القوات المسلحة على الجانب المعنوي. أيضا بيننا وبينهم خط ساخن باستمرار، ونتلقى مكالماتهم وهواتفهم وبالتالي نذلل صعوباتهم. وإذا ما ذهبنا إلى الشق المعنوي المادي، وهو ليس منة وليس عطاء، وإنما هو تقديرا من القوات المسلحة لهذه الفئة، فعندما يستشهد الشهيد فورا يصرف له معونة فورية مقدارها 20,000 دينار من صندوق الشهيد، إضافة لورثته طبعا إلى 20,000 دينار من صندوق التأمين على الحياة، و2000 دينار معونة فورية من القوات المسلحة الأردنية، بالإضافة إلى جمعية الملكة رانيا لرعاية العسكريين وأسرهم، إضافة إلى أنه صندوق الإسكان العسكري يصرف القرض الإسكان بدون استرداد غير مسترد
للضابط 30,000 دينار وللرتب الأخرى 15,000 دينار. فالحمد لله الجانب المادي مريح، بإضافة ذلك أنه الدولة لم تقصر الدولة، فصرفت لي الشهيد 18 راتب على أساس الراتب الإجمالي الأخير، لاحظ، والقوات المسلحة تصرف له أيضا 6 رواتب على أساس الراتب الأساسي الأخير. هذا كله يساعد عائلة الشهيد على المرور في وتلبية حاجاتهم وطلباتهم المادية، وبالتالي نضمن لهم وبإذن الله حياة كريمة. صحيح. كل ذلك من خلال توجيهات جلالة القائد الأعلى. أكيد. الذي دائما يوجه إلى رعايتهم ويزورهم في بيوتهم وفي بيوت العزاء. يعني ظاهر بيك يعني نتابع ونشاهد دائما جلالة الملك متواجد ويزور أيضا القوات المسلحة ويزور أيضا أسر الشهداء ويطمئن عليهم أيضا دائما، وزي ما أنت حكيت يعني وبنحكي دائما رحم الله الشهداء، ودائما بنقول يعني قدموا أغلى ما عندهم من أيضا لأجل أغلى ما عندهم وهو الوطن الغالي على قلوب الجميع. بالفعل يعني لما بنحكي مع يعني عسكريين ضباط وأفراد بعملهم اليوم أو متقاعدين، ما تخيل قديش بيحكوا بفخر واعتزاز عن الشهداء، وإنه هم أيضا موجودين بمشاريع شهداء خدمة للوطن وحماية الإنسانية. أسمح لي أن أضيف إضافة بسيطة. تعلم أن القوات المسلحة الآن أصبحت حوالي 95% منها تحت مظلة الضمان الاجتماعي، أيضا لم تغفر القوات المسلحة هذا الجانب، وعدلت قانون الشهيد على أساس قانون الضمان الاجتماعي، وأصبح يأخذ الشهيد ذويه نسبة راتب 100%. سابقا كان 60% والآن 100%. صحيح. نعم. أيضا مخلص بك، يمكن القوات المسلحة الأردنية منذ نشأة الدولة وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وهي بتطور مستمر دائما، احكي لنا عن هذه المراحل، احكي لنا أيضا عن الدور الهام الكبير اللي بيقوموا فيه كان على مستوى محلي أو حتى على المستوى العالمي من خلال دور إنساني أيضا بنفتخر وبنعتز فيه. تفضل سيدي. أخي حازم، حقيقة القوات المسلحة الأردنية كل يوم تشهد جديد، كل يوم تشهد تطور جديد، لأن هناك فيه رعاية ملكية منقطعة النظير بالقوات المسلحة الأردنية. يعني منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني القائد على القوات المسلحة سلطات الدستورية كما أسلفت، وديدنه هو كيف يسعى لتطوير القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة حقيقة واجبها الرئيسي هو المحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وحمايتها من الأخطار وما إلى ذلك، ولكن هناك في إلى أدوار أخرى أيضا، سواء كانت أدوارا تنموية أو خدمات إنسانية أو المشاركة في عمليات حفظ السلام. إذا إحنا بدنا يعني نتناول القوات المسلحة الأردنية وأدوارها التنموية نحتاج إلى وقت كبير جدا حتى نغطي هاي الأدوار. إذا إحنا بدنا نتحدث عن الخدمات الطبية الملكية وهي جزء أساسي وركن أساسي في تقديم الرعاية الصحية والرعاية الطبية لأبناء المجتمع الأردني، نتحدث عن ما يزيد عن 35% من نسبة سكان المملكة الأردنية الهاشمية مشمولين بالرعاية الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمديرية الخدمات الطبية في كافة أنحاء المملكة. فلا تكاد هناك محافظة أو لواء عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية لا يكاد يخلو من أي مستشفى أو مركز طبي. هؤلاء دائما وأبدا هم ديدن الخدمات الطبية، وشفتوا أنتوا يعني الدور الكبير اللي قامت فيه الخدمات الطبية في الأشهر 3 أو 4 الماضية في كافة ما، حتى على مستوى الشخص المريض اللي كان يراجع الخدمات الطبية وما استطاع من خلال قانون الدفاع أنه يصل للمستشفيات، كان يتم إيصال العلاج إلى بيته، ومن خلال آليات الدفاع المدني كان أيضا يتم إيصال العلاج له. فالدور يعني كبير جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما تعرضنا وتناولنا مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية واللي مدارسها منتشرة أيضا في كافة أنحاء المملكة، هناك ما يزيد عن 25,000 طالب من أبناء المجتمع الأردني موجودين الآن على مقاعد الدراسة في المدارس العسكرية، والقوات المسلحة تتكفل بملبسهم ومأكلهم وتدريسهم. يعني وهذا الكلام مش يعني خلينا نقول فقط في المناطق النائية، أيضا الآن هناك تفكير في أنه حتى المحافظات الرئيسية، وآخر بجزء اجتماع عطوفة رئيسات الأركان
السكان المشتركة أوعز إلى مدير الثقافة العسكرية أنه يكون عندنا في كل محافظة خاصة في الشمال والجنوب والوسط مدارس مميزة تابعة للثقافة العسكرية. نتحدث أيضا على دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية واللي أسواقها أيضا يعني موجودة ومنتشرة في كافة أنحاء المملكة أيضا، وتحافظ على الأمن الغذائي وأن لا يكون هناك جشع من بعض التجار، فاستقرار في الأسعار من خلال هذه المؤسسة سواء كانت أيضا المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أو المدنية أيضا. ظهر بيت تحدثنا عن المتقاعدين العسكريين، دائما جلالة الملك بيحكي رفقاء السلاح إخواني، فتحدثنا عن هذه الفئة اللي أيضا خدمت الأردن وشاركت بالعديد من الحروب منها مثلا معركة الكرامة. نعم أختي العزيزة، المتقاعدون العسكريون هم كما أسميتهم دائما جلالة القائد الأعلى يناديهم برفاق السلاح، وما يخلو تمرين أو لقاء حتى يكون هناك تواجد للمتقاعدين العسكريين الذين نعتبرهم امتداد للقوات المسلحة. هم الجذور، هم الذين علمونا ودربونا، وهم الذين بنوا، وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في القوات المسلحة. فنحن في القوات المسلحة وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى وبمتابعة حثيثة حقيقة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة نستمر في التعامل واللقاءات والتواصل مع المتقاعدين العسكريين. إذا أردت أن أتحدث وأسرد ما هي أوجه التعاون مش الشراكة، العلاقة ما بيننا وبين المتقاعدين، فهم الرديف الأول للقوات المسلحة، جزء كبير منهم في الاحتياط الاستراتيجي للقوات المسلحة، ما زالوا جاهزون للعمل. فأخواننا المتقاعدون أول شيء دائما وابدا من خلال اللقاءات المتكرره التي يقوم بها عطوفه رئيس هيئه الاركان المشتركه ويلاقيهم ويتقابل معهم في الميدان في المحافظات في الالويه، وجائحه كورونا شوي حدت نوعا ما، لكن ما زالت اللقاءات مستمره الان في هذه اللحظه. عدد من المتقاعدين العسكريين يقابلهم عطوفه الرئيس في مكتب الان. هذه اللقاءات تفرز لنا وتوصل لنا ما هي حاجاتهم ومشاكلهم، وفي مديرية شؤون الأفراد هناك دائرة كاملة تعنى بالمتقاعدين العسكريين في بياناتهم في حاجاتهم في طلباتهم. ولا أكون مبالغا إذا قلت لك أنه يوميا 500 واحد من أبناء المتقاعدين أو 300 إلى 400 500 براجعون في مديرية شؤون الأفراد لحل مشاكلهم. لاحظ الزيادات التي طرأت على رواتبهم، فضلوا المتقاعدين العسكريون وأخذوا الأولوية على العاملون، وبالتالي جاءتهم زيادتين متتاليتين ولم تمس حسب قانون الدفاع وبقيت كما هي. أخوان المتقاعدين العسكريين لهم نصيب في الحج الذي تسيره القوات المسلحة، وفي الحج المسيحي لهم نصيب أيضا في العمل في القوات المسلحة. فإحنا نستخدم ونعيد استخدام عدد كبير من أخواننا المتقاعدين في أصحاب المهن النادرة، نوظفهم في كليات الدفاع، كلية الدفاع وكلية القيادة والأركان، وفي العديد من المواقع وفي التعليم الجامعي لنستفيد من خبراتهم. هؤلاء بيت الخبرة، المتقاعد العسكري ليس خالي الفاضل، فمنهم الطبيب المحترف، ومنهم المهندس البارع، ومنهم الميكانيكي، ومنهم جميع المهن. هناك ما يزيد عن 250 مهنة في القوات المسلحة، هذول مسلحين في خبرات كاملة وتامة. أيضا قوات المسلحة تفسح لهم بإجراء عمليات الأنابيب، أطفال الأنابيب لزوجاتهم. أيضا فتحنا في المستشفيات العسكرية مكاتب لخدماتهم، يعني هذا حتى عشان الراحة النفسية. نعم أيضا نعم للأفراد، وبالتالي إحنا نقدم لهم كل شيء. أيضا اللقاءات التلفزيونية، بالأمس عطوفة مدير التوجيه المعنوي استضاف عدد من المتقاعدين العسكريين، واليوم معنا عدد من المتقاعدين. هذا تكريم معنوي كبير كبير، له مدلولات كبيرة. هذا يعني أننا لن ننسلخ عن أبنائنا المتقاعدين، وبالتالي كل ما تقدمه القوات المسلحة لأبناء المتقاعدون هو يصب في مصلحتهم. صحيح. هناك شراكة كبيرة ما بيننا وبين مؤسسة المتقاعدين العسكريين. صحيح. ودراسات استراتيجية لمعالجة أي تشوهات. نعم. في رواتب
المتقاعدين العسكريين. صحيح. وبالتالي أيضا نحن في القوات المسلحة نعمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعالجة أي تشوهات في رواتبهم، وأكون جازما بأن رواتب متقاعدين الذين سيتقاعدون على أساس قانون التقاعد العسكري الضمان الاجتماعي ستكون أكثر من الذين تقاعدوا على أساس قانون التقاعد العسكري. الجسيم، نحن في القوات المسلحة نحمي الجسيم لأبنائنا، وأيضا ضمننا ذلك في قانون الضمان الاجتماعي. هؤلاء يحتاجون إلى أن تكون القوات المسلحة داعمة لهم. صحيح. وتقدم لهم كل ما يساعدهم على ظروف الحياة وحيثياتهم. صحيح. أيضا يعني من خلال تجربتي مع القوات المسلحة ودراستي في كلية الدفاع طبعا الملكية الأردنية، مخلص بيك ظاهر بيك، يعني اليوم نتحدث عن هناك مخازن وذخيرة وأسلحة وقطعات وآليات والكثير من، لكن بنفس الوقت هناك علم ومعرفة، وهناك أيضا دراسة وبحث، وهناك أيضا تمارين هامة تجمع ما بين الدرس وما بين الميدان، ما بين قاعة الدرس وما بين الميدان، ما بين التطبيق النظري والعملي في الميدان. قديش مهم هذا الموضوع، وقديش مهم أن يتسلح أيضا الضابط أو الفرد في العلم والمعرفة حتى تكتمل أيضا المعلومة ويكتمل أيضا الجهد والعمل. أنا حكيت لك أنه جلالة القائد الأعلى الله يطول عمره اهتم بالجيش كما اهتم الملوك السابقين من قبله تأهيلا وتسليحا وتدريبا. ظاهر باشا بيعرف انه قديش انه احنا عندنا دورات خارجية بيشارك فيها ضباط وافراد القوات المسلحة في مختلف الدول، سواء المتقدمة او الدول العربية الشقيقة، باستمرار التأهيل والتدريب هو ديدا جلالته، وأيضا عطوفة رئيس هيئة الأركان باستمرار يوجه للمشاركة في الدورات الخارجية للضباط حتى إحنا نكتسب الخبرات اللازمة واللي بالتالي ينعكس على تطور جيشنا. إذا بتطلع على استحداث بعض المديريات في القوات المسلحة، وعلى سبيل المثال أذكر مديرية الأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات، قد تستغرب ما وصلت إليه القوات المسلحة في مجال الاي تي وتطوير القوات المسلحة حتى على مستوى الجندي في هذا المجال. فنحن في القوات المسلحة وبحمد الله لا نكاد نغفل أي شيء في تأهيل وتدريب أفراد القوات المسلحة. اسمح لي بالإضافة على النقطة اللي سألت عطوفة مدير التوجيه المعنوي، عندما بدأت الجائحة وأصبح التباعد الجسدي موجود، القوات المسلحة هي السباقة كانت في التعليم عن بعد، فنحن كنا ندرب عن بعد واستخدمنا من خلال مديرية الأمن السيبراني وكنا السباقين ومديرية سلاح السيال الملكي ندرب عن بعد أبنائنا المتدربين ودوراتنا لم تنقضى. نعم، وهذا كان كله في توجيهات من عطوفة رئيس هيئة الأركان. مخلص بيك، دور المرأة في القوات المسلحة الأردنية سريعا. أنا مش ناسي دور المرأة، حتى لو ما سألت عنها أنا كنت يعني مجهز حالي إني أتحدث. المرأة وبجوز كاثي أصبحت يعني قريبة من خلال تقديمها لبرنامج جيشنا العربي عندنا، وهذا حكي بيسعدنا طبعا، إنه يكون أيضا للمرأة في الإعلام، وهذا في مدير التوجيه المعنوي هناك عدد كبير من الإناث كما تعلمي. منذ بداية تأسيس القوات المسلحة كان هناك دور للمرأة من خلال الخدمات الطبية الملكية ومشاركتها كطبيبة وكممرضة، وبجوز عطوفة مدير شؤون الأفراد عنده الرقم الدقيق. أنا اللي بعرف أنه 10% من منتسبي القوات المسلحة هم من الإناث في مختلف المجالات، ليس فقط في مجال الخدمات الطبية، في الخدمات الطبية، في الثقافة العسكرية، في المديريات المختلفة، مديرية التوجيه المعنوي. أيضا هناك عندنا ما يسمى إدارة شؤون المرأة العسكرية، وأيضا برئاسة عقيد أيضا أنثى. فاهتمام القوات المسلحة بالمرأة لا يقل أهمية عن اهتمامها بالرجل. بدك تكوني مطمئنة من هذا الجانب. ظاهر بك رسالتك أيضا الأخيرة، وشو بنحكي أيضا من خلال كافة الخدمات المقدمة لجميع أفراد القوات المسلحة وحتى الضباط والكل اليوم تحت مظلة القوات المسلحة بتوجيهات سيدنا، نسعى دائما للتميز للأفضل. سيد، الخدمات كثيرة التي تقدمها القوات المسلحة،
ونحن نقدم الخدمات، نحن لا نقبل لا 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 نريد مقابل، نحن نذرنا أنفسنا لخدمة وطننا. نحن حقيقة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نلقى الدعم والرعاية من لدن صاحب الجلالة أولا. والقوات المسلحة دائما أنا أشبهها بالأم الرؤوم التي تحتضن أبنائها. فإذا لاحظت عطوفة رئيسة الأركان خلال الجائحة، كان دوامه في مركز إدارة الأزمات لكن باقي يومه في الميدان يتابع أبنائه على الحدود. فنحن الذين جمعنا مقولة يد تبني ويد تحمل السلاح. كنا نحمل السلاح ندافع عن الثغور على الحدود، وكنا في الميدان نحمي أبنائنا المواطنين من هذه الجائحة. وخرجت سيمفونية جميلة، لوحة جميلة جدا ما بين المواطن، حب المواطن للقوات المسلحة. هذا ليس من عبث، إنما جاء من إرث طويل عاشته القوات المسلحة من خلال تقديمها للخدمات. فالقوات المسلحة تتلقى رعاية، وأبنائها يتلقوا رعاية أبنائها من بجميع المجالات. انظر إلى التعليم التي تحدث عنه، نحن أبناؤنا في التعليم مؤمنين، وكل من يحقق معدلات تسمح له هناك مكارم كثيرة في التعليم، في المستشفيات، في الرعاية الطبية، في السفر للخارج، في الدورات الخارجية، أيضا في الزيادات السنوية، في التأهيل. التأهيل نحن نتحدث معك حاصلين على دورات في إدارة الدولة، إدارات استراتيجية عليا في إدارة الدولة. صحيح. نعم، هذا كله تقدمه القوات المسلحة لأبنائها. أضف إلى ذلك أننا القوات المسلحة ترعى أبنائها المحتاجين، ومن ثم نحاول نقدم لهم كل سبل الدعم المادي الذي يساعدهم على تجنب يعني ظاهر بك. يعطيكم العافية مدير شؤون الأفراد في قواتنا المسلحة، مخلص بك مدير التوجيه المعنوي، يعطيكم العافية. ودائما بنقول أيمنا يتواجد قواتنا المسلحة هناك بصمة عمل وتنمية وإنجاز إن شاء الله. بشكر، تفضل سيدي. حازم، أنا حقيقة في هاي الجلسة الطيبة ما بدي أنسى أخواننا في الأجهزة الأمنية المختلفة، سواء أمن عام، المخابرات العامة، ولما نحكي الأمن العام نحكي عن أذرعها الدرك والدفاع المدني، والانسجام والتناغم اللي كان ما بين القوات المسلحة وهذه الأجهزة على مدار 24 ساعة. حتى جلالة قائدنا الأعلى الله يطول عمره وفي آخر جلساته مع القوات المسلحة في الأسبوع الماضي، يعني حكى وقال إنه أنا بجوز من 20 سنة ما شفت هذا التناغم والانسجام ما بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة. فهذا شيء بنعتز وبنفتخر فيه، وبنشكر إخواننا في الأجهزة الأمنية على التعاون المستمر والتعاضد اللي موجود بيننا وبينهم خدمة لشعبنا ولمواطننا الأردني. يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير، والله يقويكم ويقوي كافة أجهزتنا الأمنية بكافة تخصصاتها.